اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. يواجه الوضع الامني في تعز عددا من التحديات التي تقف حائله دون قيام الاجهزه الامنيه بدورها، اذا كان الميليشيا الانقلابيه من دور في وصول الوضع الامني في المدينه الى هذا الحد بسبب تدميرهم للمؤسسه الامنيه قبل تحرير اجزاء من المدينه، فقد دمرت المبنى الخاص باداره الامن ونهبت السيارات والمعدات التابعه لها، كما نهبت الارشيف وقاعده البيانات الخاصه بالمؤسسه الامنيه. القوى المحسوبه على الشرعيه ايضا تتحمل كما يرى الكثير جزء من المسؤوليه بسبب الصراع المستمر بين بعض فصائل المقاومه في المدينه وقيادات محسوبه على الشرعيه، تقصير الواضح من قبل القائمين على الاجهزه الامنيه، فبعد ان اعيد تاهيل المؤسسات العسكريه لم تتحسن الاوضاع الامنيه في المدينه واستمرت حاله الانفلات. تزايد عدد الحوادث الامنيه فيها بشكل كبير وسقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح ضحايا جرائم امنيه تنوعت بين الاغتيالات والاشتباكات المسلحه وتفجير العبوات الناسفه، بالاضافه الى التهجم على مالكي المحال التجاريه في المدينه ونشر الفوضى في اسواقها من قبل مسلحين لفرض اتاوات عليهم بحجه حمايتهم. عن الانفلات الامني في تعز وغياب المحافظ ودور السلطه المحليه سيكون موضوع حلقه هذا الاسبوع من برنامج المنصه. نبدا باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد ان نشاهد التقرير. كلما تحاول هذه المدينة الوقوف على قدميها وتطبيع الحياة يسقطها الخارجون عن الدولة في جراحها مرة أخرى في ظل ترصد الميليشيا بها واستمرار الغياب الرسمي عنها. المدينة التي خصصت الميليشيا الانقلابية نسبة كبيرة من قذائفها لأحيائها السكنية ورصاص قناصيها لمواطنيها العزل، لم تسلم أيضا من النيران الداخلية، فمنذ تحريرها شهدت الكثير من الاختلالات الأمنية من قبل مسلحين مجهولين وآخرين محسوبين على المقاومة استغلوا الانفلات الأمني للتهجم على الأسواق في المدينة وفرض إتاوات على مالكيها تحت مسمى الحماية، بالإضافة إلى استغلال بعض المسلحين للوضع الأمني المنفلت لتصفية حسابات شخصية. الكثير من الاغتيالات التي قيدت ضد مجهول ولم يعرف مرتكبوها حتى الآن، ومن تم تحديد هويته لم يلقى القبض عليه، بالإضافة إلى عشرات الاشتباكات في شوارع المدينة والتي تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. تعاقب على المدينة منذ إعلان تحرير أجزاء منها ثلاثة محافظين لم يستطع أحد منهم تقديم خطة لتأمينها أو التقدم خطوة بها نحو تطبيع الحياة، حيث ظلوا يراقبون الأوضاع المشتعلة فيها من خارج المدينة بحجة الصراع السياسي القائم فيها فضلاً عن الحسابات المتقاطعة لدى قيادات في المقاومة. وفي حين يتهم البعض من أبناء المدينة المسلحين المتورطين في زعزعة الأمن فيها بالتستر تحت غطاء المقاومة والجيش والنافذين، تقف القيادات المسؤولة في المدينة مكتوفة الأيدي أمام هذا الانفلات، سواء في تقديم مرتكبي الشغب للعدالة أو في تأمين شوارعها لتجنب وقوع حوادث مشابهة قد تزيد من عدد المدنيين في قائمة الضحايا. وبين هذا وذاك يقف المواطن في مدينة تعز ما بين رصاصتين، إحداهما قد تأتيه على غفلة من خارج المدينة من بنادق الميليشيا، والأخرى من وراء ظهره من بنادق المسلحين المنتشرين فيها. إذن تابعنا التقرير حول الموضوع. لدينا اتصال من تعز، المعتصم الجلال، أهلا بك أخي المعتصم. أهلا بك وكل مشاهدي قناة بلقيس. بالنسبة لك المعتصم، كيف يمكن توصيف الحالة الأمنية داخل محافظة تعز؟ إلى أي حد المحافظة تشهد أوضاع مستقرة؟ هو بالتأكيد أن الوضع الأمني في تعز بات مقلق للغاية، يعني خاصة بعدما انتشرت العصابات المسلحة والتي تقوم بالاغتيالات في حين والتهبش على المواطنين في الوقت اللي تتواجد فيه أجهزة أمنية وشرطية لا تقوم بواجبها حيال مجمل هذا القلق الأمني الذي تعاني منه تعز. صحيح يعني أن تعز تقاوم الميليشيا الحوثية التي ما تزال متواجدة على مقربة من مركز المحافظة، لكن هذا لا يضع المسؤولين من سلطة محلية وأجهزة أمن في مأمن من المساءلة الشعبية عن الدور الذي يجب أن يكرس من أجل رد الجريمة. طيب بالنسبة يعني لو تضع أهم الأسباب للضعف في الحالة الأمنية وحالة الانفلات التي تعانيها تعز برأيك؟ نعم هو تتعلق الأمر هذا يتعلق بعسكرة المدينة من الداخل،
حيث أصبحت يعني أشبه بحكمة عسكرية من كثرة تواجد المسلحين فيها وتدخلهم بكل صغيرة وكبيرة. الأمر والأدهى من ذلك كله في ثاني هو أن معظم الحوادث والقلق السائد يحدثه محسوبون على المؤسسة العسكرية أيضا، وحسابهم هنا يخضع للمزاجية في أحيان كثيرة لأن جهات نافذة ربما تقف خلفهم، وإن اعتقلتهم فهو الامتصاص يعني غضب العامة، ومن ثم يفرض عليهم ليعودوا لتكرار نفس الموال. والأمثلة كثيرة يعني هنا في محافظة تعز، الكثير يعتقل ومن ثم لا تمر إلى ساعات قلائل ومن ثم يطلق سراحهم. أنا أرى أن إخلال المدينة يعني بشكل كامل من المسلحين وإبعاد المؤسسة الأمنية من المهاترات الحزبية يعني من خلال إتاحة المجال لها بكل حيادية هو السبيل الأوحد للسيطرة على هذا الملف الشائك. فبدون تقديم نموذج عقوبات فورية لن يتغير الوضع، وسيفقد المواطن أيضا الثقة سواء كان في أجهزة الأمن أو الجيش الوطني الذي معظم أفراده متواجدون داخل المدينة. بالنسبة لمحافظ تعز المعين أخيرا نبيل شمسان، حتى الآن كيف يمكن تقييم أداء المحافظ بالنسبة لك، وأهمية أن يكون المحافظ متواجد داخل المحافظة أم لا مشكلة وأن أدارها من خارجها؟ لا، هو الآن المحافظة من حين تم تعيينه قبل أشهر لن يدخل المحافظة، وهو يقوم بلقاءات سواء كان في العاصمة المصرية القاهرة أو في عدن. الملف هنا يدار من قبل وكيل الأول محافظة تعز عبد القوي المخلافي وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمجمل أداء المحافظ هو ضعيف جدا، يحاول التوفيق بين القوى السياسية قدر الإمكان، والقوى السياسية هي مستغلة هذا الملف الأمني. أي مشكلة تحدث في تعز يحدث حولها يعني محاصصة أو هجوم، لا يستطيع أحد أن ينتقد فساد مؤسسة إلا وقال الطرف الثاني هذا يستهدف هذه المؤسسة لأن طرف معين هو من يقف على رأسها. لذلك أعتقد أن مشكلة تعز كبيرة جدا تتطلب وقفة جادة من قبل رئيس الجمهورية شخصيا ومن قبل قيادة التحالف العربي. حتى وزارة الداخلية لن تقوم بدورها في مساءلة أجهزتها الأمنية هنا في تعز عن مجمل هذا السكوت الحاصل، والانتشار والانفلات الأمني يعني في مدينة تعز أصبح لا يطاق. أشكرك جزيلا المعتصم الجلال من تعز، ومن تعز أيضا لدينا اتصال أخ وديع اليوسف. أهلا بك وديع. أهلا وسهلا فيك أخي سامي. وديع، بالنسبة لك كيف يمكن أو كيف توصف الحالة الأمنية داخل محافظة تعز؟ هل الأوضاع مستقرة بالنسبة لك أكثر من أي وقت؟ هل بدأت تطبيع الحياة داخل المحافظة مع تعيين المحافظ الأخير؟ أولا في البداية نشكر قناة القيس على استضافتها لنا، وكما تعودنا من قناة بلقيس دائما وهي تتابع الأحداث في اليمن أولا بأول، وخاصة الأمني. ومدينة تعز تعاني من انفلات أمني منذ أن بدأ انقلاب الميليشيات الحوثية على كافة مدن اليمن. بدأت عندما بدأت الميليشيات الانقلابية باحتلال المدن و بمنهجيتها الانفلات الأمني بكل أرجاء اليمن، وخاصة في مدينة تعز، سواء كان في المحافظة السابق أو الذي قبل السابق، سواء كان في أيام المعمري أو الدكتور أمين أو كذلك بتعيين المحافظ الجديد نبيل شمسان. وهؤلاء هم خارجين عن إطار الدولة طبعا بالنسبة لهؤلاء الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم البشعة وهذه الجرائم الشنيعة، سواء كانوا ينتمون لأفراد الجيش أو لأفراد الأمن أو لأي لواء من ألوية الجيش. هؤلاء هم أساساً هم خارجيين عن إطار الدولة. طيب وديع، أنت قريب لأحد ضحايا الانفلات الأمني داخل محافظة تعز، يعني لو تشاركنا القصة التي حصلت لكم، وهل أنصفتم؟ هل عرفتم من هم الجناة، من يقف وراء الجريمة التي تعرض لها أحد أقاربك؟
طبعا المجني علي احمد علي سعيد طبعا هو احد ضحايا الانفلات الامني في مدينه تعز، وهو ايضا كان من افراد اللواء 17 مشاة، وكان مرابطا في الدفاع الجوي، واصيب اكثر من 3 مرات، وجسمه كان مليئا بالشظايا، واخر اصابه كان له في القدم، وظل شهرا كاملا في البيت حبيسا بسبب اصابته لا يستطيع الخروج. ويوم الاثنين خرج الى السوق الى عند اخيه، واتوا اليه افراد طبعا هم يتبعون الاجهزه الامنيه وهو يعرفهم تماما، فقالوا له تعال علشان نستجوبك الى اداره الامن، فمشى معهم وكان بيده السلاح، كان قادر ان يرفضهم لكنه امتثل لانهم يتبعون اجهزه الدوله لانهم رجال امن، ولكن اذا كان لا يعرفهم كانت ستقع هناك مشكله كبيره، قد يقتل هو الاخر. ولكنه عندما نظر اليهم انهم افراد يتبعون اداره امن تعز مشى معهم في الطريق، ثم بعد ذلك وصلوا الى قسم القديري الواقع في وادي القاضي، صعد اخوه الاكبر لحقهم في الطريق فقال له اطلع الى الاعلى وجيب عسكر علشان نعيش، هؤلاء مسلحين وكذا ويريدوا اخذي، ورفضوا ان يطلعوا الى القسم، وهو قسم تابع الدوله كان بالاقدر ان ياخذوا الى القسم ثم يحول الى اداره الامن. طلع اخوه الاكبر الى على اساس ان ياتي بافراد من القسم، ولكنه نزل وقد فروا به عبر باص، اخذوا دباب أجرة ثم توجهوا الى وسط المدينه. لحقه اخوه الاصغر طبعا على متن دراجه ناريه، وابلغ طاقم لقوات النجده كان متواجدا في جوله وادي القاضي، وقال لهم ان اخي اخذوه مسلحين، وقالوا له نحن ليس لدينا اوامر. ثم بعد ذلك توجه الى الطقم الذي كان مرابطا في امام مصرف الكريمي في جوله المسبح، والذي لا يبعد عن ارتكاب الجريمه 10 أمتار. ذهب اليهم وقال ابيض اخذوه مسلحين، وقالوا له اذهب وتتبع الباص ثم بعد ذلك ابلغنا سوف ناتي. وما هي الا لحظات عاد اخوه لكي يبحث في وسط الحاره خلف مدرسة نعمة رسام، وهم خرجوا باتجاه شارع محمد علي عثمان إلى وسط جولة المسبح المكتظة بالناس وبالمارة وبالسيارات. اثنين أطقم على متنها أفراد يتبعون الأجهزة الأمنية وإدارة الشرطة، أكثر من 20 فرد طبعا، وقفت الدباب الذي كان يستقل ثم دهفوا به، فتح الباب وألقوه على الأرض وثم أطلقوا عليه الأعيرة النارية ما يقارب أكثر من 20 طلقة طبعا، ففزع الجميع وفر الناس والمارة الذين كمشوا، فزع رجل المرور الذي كان يتواجد أمامه لم يبعده عنه سوى 2 متر فقط، كما شاهدت أنا وبحثت في كاميرات الفيديو التي تصور في الشارع، دققت جيدا في التصوير، ولم يبعد 2 متر عن رجل درجة النارية، فألقوه على الأرض وأطلقوا عليه النار، وبعد ذلك فر القتلة. هذه جريمة شنعاء يرتكبها على الملأ، هنا يسمى إعدام الميداني لرجل من أفراد الجيش يتبع القوات المسلحة في اللواء 17 مشاة، ومع ذلك لم يتحرك طقم للأجهزة الأمنية مع أنهم كانوا متواجدين 2 أطقم. بعد ذلك تحرك بعد أن فر الجناة الضحية الذي مرمي على الأرض بعد أن نفض أنفاسه طبعا، وقف هذا الطقم كان يحمل معدل رشاش على متنه، انتشر الأفراد. الطقم وقف بعد جولة المسبح بكذا أمتار عن الضحية، تحرك الطقم الآخر حتى في جانب الضحية ثم أخذه إلى المستشفى، وبعد ذلك أدخل إلى الثلاجة وقالوا الحمد لله أنه توفى. بعد ذلك أبلغت الأجهزة الأمنية ورحنا بمطالبة وبالعود حتى هذه اللحظة. طبعا مدير الامن مجزيا طبعا قام باصدار اوامر بايقاف الاطقم وايقاف كذلك الاخ الضابط عبد الله النقيب الذي هو وخليل المحمودي، هذا الفرد القاتل هو ينتمي اليهم ومرافق لديهم، قام بايقافهم جميعا مع الاطقم. هذه خطوه كانت في الاتجاه الصحيح طبعا، وما زال القاتل حتى هذه اللحظة 4 أيام وداخلين في اليوم الخامس، والقاتل لا زال هاربا
لم يتم القبض عليه، وإنما تم القبض على أفراد الشرطة اللي كانوا متواجدين هناك ويتم التحقيق معهم. فعلنا وقفة احتجاجية طبعا يوم أمس، أولياء الدم طبعا وكذلك أصدقائه في الدفاع القومي وفي كل الجماعات أتوا ويريدوا أن يفعلوا طبعا مشكلة، أن يقوموا بقطع الطريق وأن كذلك يقوموا بمطالبة بدم أخيهم وذويهم. ومع ذلك نحن وقفنا وقلنا لهم نحن أمام دولة، الدولة ستأتي به ولا نريد أن ندخل في مشاكل حتى يضيع دمه هدرا. وقفنا أمام مبنى المحافظة بين مدير الأمن وقائد اللواء 170 العقيد عبد المجيد المجيدي وكذلك عبد الباسط الباحر ورئيس الاستخبارات، وأوعدونا وأعطونا مهلة، قالوا 24 ساعة والقاتل سوف يكون بين أيدينا. ومع وقلنا طيب شكرا لك يا ودي، شكرا، نحن معكم ونحن كذا. شكرا لك، شكرا لك ودي علي. في اتصال آخر من تعز، مها عون، أهلا بك مها. أهلا بك، مشاركتك وتعليقك في الموضوع حول الوضع الأمني في تعز. الوضع الأمني في تعز أصبح بين نارين، نار الحرب ونار الإمتلاك الأمني. طبعا الوضع الأمني بشكل عام في تعز معقد، مظاهر الإمتلاك الأمني منتشرة بشكل كبير، قطع طرق، اشتباكات مسلحة، اعتداءات، اقتحامات، اغتيالات، وكان آخر اغتيال اللي هو في منطقة دولة المسبح وأمام الأجهزة الأمنية. فغياب دور المؤسسة الأمنية ظاهر بشكل كبير. طيب باعتقادك ما الأسباب وراء هذا الانفلات الأمني الذي تعيشه تعز؟ أسباب كثيرة، يعني أول أسباب باعتقادي أنه غياب دور السلطة المحلية، شكلت وجود أشخاص مستفيدين من هذا الوضع واستغلوا هذا الموقف وبزعزعة الأمن في المنطقة، انشر جماعات مسلحة في كل منطقة. أيضا هناك بعض الجماعات استغلت وجودها كحامية لتعز ووضعت من نفسها دولة داخل المنطقة، فجعلت أنه قصر الثقة بين المواطن والأمن انهار بشكل كبير. فالمواطن يلجأ إلى جماعات مسلحة، جماعات تتبع لواء معين، لكن حل قضية معينة خاصة به بسبب أن الأجهزة الأمنية لا تتصل له أو لا تتابع قضيته بالأصل. برأيك ما الحلول المقترحة التي يمكن من خلالها إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة؟ الحلول كثيرة، لو شفنا الاختيارات الأمنية مثلا على نطاق الحارات بشكل عام، يعني مثلا عقد الحارة يعتبر مأمور ضبط قضائي أول بالنسبة للأجهزة الأمنية، فدوره انه يعني ضبط اشخاص مشكوكين فيه، اشخاص يتبع جماعات مسلحه، مشارك جماعات المسلحه داخل نطاق الحارات، فيجب انه يبلغ وينشر دوره كعاقل حاره في المنطقه او كمامور ضبط قضائي بالنسبه للاجهزه الامنيه. حل مشاكل كثيره للجماعات المسلحه التابعه للقيادات المعينه. ايضا انه السلطه المحليه المؤثره بالمحافظ يجب انه يعمل خطه استراتيجيه من اجل حمايه الامن بشكل كبير. فوجود الامن في تعز يعني ان تعز سوف تستقر وتتعافى من المشاكل. شكرا لك مها عون من تعز. اتصال للعقيد سمير الاشبط مساعد مدير امن تعز، اهلا بك سياده العقيد. طبعا الصوت مش واضح اخي. تسمعني سياده العقيد؟ نعم. صوت تسمع الآن بشكل واضح؟ يعني تمام. بالنسبة لكم في أجهزة الأمن، ما هي الأسباب اليوم لاستمرار الأوضاع الأمنية على هذه الحال في محافظة تعز؟ لماذا لا تشهد المحافظة تحسن؟ أولاً أنا أرحب بكم أو أشكركم وأشكر برنامجكم الرائع. بالنسبة للأوضاع الأمنية في تعز ليست بالصورة التي يعتقدها الآخرون، يعني أنها يعني فالتة النهاية ومدهورة النهاية. طبعا محافظة تعز تمر، أو اليمن بشكل عام تمر بحالة حرب، ونحن في حالة الحرب نعلم أن المنظومة الأمنية تكون ضعيفة في حالة الحرب، والمؤسسة الأمنية يعني دمرت عن بكرة أبيها. المؤسسة الأمنية يعني انتهت في هذا الحصار والظالم على مدينة تعز، و
يعني الحقد الذي يصب يعني على مدينة تعز، أكيد المنظومة الأمنية والمؤسسة الأمنية يعني انتهت تماما. لو قلت لك وأنا لست مبالغ لما أقول لم نجد في إدارة يعني أمن تعز رصاصة واحدة، رصاصة واحدة. ما يعني تخيل أن المنظومة الأمنية في تعز أصبحت لا ليست موجودة أبدا. نحن الحمد لله، لكن سيادة العقيد للأسف الآن الذخيرة ربما متوفرة داخل المحافظة بشكل كبير، وهي تستخدم اليوم لتخويف وإرهاب المواطنين العزل داخل المدينة اليوم في ظل استمرار حالة الانفلات والتعديات الحاصلة ما بين الأطراف المسلحة داخل المدينة التي يفترض كما يرى الكثير أنها تذهب إلى الجبهات. طيب أنا أقول نحن في 2005 يعني 2019 أو 18 عفوا يعني ضبطنا ما يقارب 80% أو 84%، يعني الجرائم إجمالي الجريمة كانت 3037. نحن ضبطنا 2552، يعني بمعنى أنه في حراك أمني، في حركة أمنية، لكن في وضع حرب مخيف. يعني أنا السلاح منتشر في كل مكان، المسلحين يتجولون بالشارع. نحن الأمن يعني مش يخص إدارة الأمن أو الجهاز الأمني فقط، الأمن منظومة مكتملة، الجيش له دخل في الأمن، المثقفين والكتاب والوجاهات والمجتمع، لأن الأمن يبدأ من المواطن وينتهي إليه. صحيح. طيب الآن ما هي التحديات الماثلة أمامكم اليوم لتضبطوا الأمور أكثر داخل المحافظة وتحققوا إنجاز أكبر من 80% الذي تحدثت عنه؟ 84 طبعا. 84 ولا يهمك. 84% نحن كافحنا الجريمة 84%. يعني لو جبنا التفصيل، يعني صور 720 هذه أحيلت للنيابة العامة، 426 في إطار التحقيق، 303 في إطار يعني تحولت إلى الجهات المختصة، و 981 هذه صلح. نحن نعمل بالجهد الذاتي، وهنا الدعم طبعا من وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء الدكتور وزير الداخلية الدكتور الميسري أحمد الميسري، في دعم لكن مش الدعم الكافي. نحن نريد دعم أقوى من أجل أن نحد من الجريمة وننشر الأمن في كل ربع تعز إن شاء الله. طيب لكن عن التحديات، لم تحدثنا عن التحديات الماثلة اليوم أمامكم غير موضوع الدعم الذي تطالب بأنه يكون أكثر من قبل وزارة الداخلية، هل هناك تحديات أخرى تعرقل عملكم في ضبط الحال الأمنية داخل المحافظة؟ طبعا التحديات الأقوى والأكثر هو انتشار السلاح بيد بعض الإخوة يعني المنتسبين للجيش ومشاكلهم التي تقع نتيجة عدم الوعي في الجانب العسكري والجانب القانوني والجانب الإجراءاتي، جعل الإخوة يعني يتعاملون أنه إذا تم يعني اختلاف بين شخصين كل واحد منهم يدعي أو يدعو زملائه ويتم يعني هذا حالة إرباك. لكن إن شاء الله عز وجل قائد المحور الجديد اللي هو الركن سمير صبري متفهم بهذه القضية، وإن شاء الله عز وجل سنلتقي معه، وهو يعني رجل حاسم ورجل فاهم ومثقف، ولن يختلف في مسألة كيف يعالج هذه القضية وهذه الظاهرة السيئة. شكرا جزيلا لك العقيد سمير الأشباط مساعد مدير أمن تعز، شكرا جزيلا لك. حول الموضوع لدينا بعض المشاركات من الواتساب نتابعها معا. طبعا تعز لها معاناة كثيرة أبرزها الجانب الأمني، ما ندري الفلتان الأمني مع وجود المؤسسات الأمنية مع وجود الإدارات المختصة مع وجود كثير من الإمكانيات التي كانت منعدمة سابقا، ولكن ما زال الانفلات الأمني مستمر مع الأسف الشديد.
أيضا عدم وجود رأس السلطة المحلية والمحافظ، هذا الجانب أيضا له دور كبير، خاصة بعد شهرين من تعيينه ولم يتواجد حتى الآن. لقيت أن هناك الكثير من المعوقات والكثير من جمود القضايا عند وكلاء المحافظ الذي ما ندري هل ليس لهم صلاحيات أم أنهم غير قادرين، عندهم عجز على حل الإشكالات أو ما ندري ما هي الأسباب. ومع الأسف أن المواطن دائما هو الضحية في هذه القضايا. حقيقة الجانب الأمني شيء مقلق ومؤرق لكل المواطنين، لذلك نطالب السلطة المحلية والجهات الأمنية بضبط الأمن في كل مكان وفي كل حارة وفي الأزقة، وكذلك إعادة الانتشار الأمني في النقاط الموجودة وفي مداخل ومخارج المدينة وبقية الأماكن وفي المؤسسات في المستشفيات. لابد أن يكون الأمن سائد ورجال الأمن متواجدون في كل مكان، لأن هذه هي إشكالية. لا تستطيع بدون الأمن من الأمن أن تعمل، لا تستطيع أن تخرج من بيتك، لا تستطيع أن تعمل أي شيء من دون الأمن. طبعا بالنسبة للانفلات الأمني طبعا خاصة في محافظة تعز، هي ظاهرة دخيلة على المحافظة وعلى أبناء تعز. الاغتيالات، الاختطافات، الاعتداء على أملاك الناس، هؤلاء ناس لا يمثلون تعز ولا يمثلون تعز بأي صلة. هؤلاء استغلوا الأوضاع، أوضاع الحرب وأوضاع الأمنية في محافظة تعز وما قام به الحوثي من انقلاب على البلاد، فبالتالي حصلوا وجدوا لهم بيئة خصبة للقيام بأعمالهم الإجرامية واستغلال هذه الظروف وهذه الأوضاع التي تعيشها تعز ليشوهوا في محافظة تعز ويشوهوا بأبنائها الذين معروفين على مدى التاريخ بسلميتهم وبثقافتهم. اتصال من تعز أيضا الأخ حفظ الله. أهلا بك حفظ الله. حفظ الله، تعليقك ومشاركتك في الموضوع حول الوضع الأمني داخل محافظة تعز. بالنسبة للوضع الأمني في مدينة تعز، من الملاحظ أن مدينة تعز تشهد استقرار نسبي مقارنة بالسنة الماضية، حيث أن الوضع الأمني يشهد تحسن ملحوظ، ولكن هذا لا يكفي لأن هناك وجود بعض الخروقات والقصور، ولذلك نحن كمواطنين غير راضيين عن الوضع الراهن، نحتاج استقرار أمني كامل بحيث المواطنين ينطلقون حياتهم الطبيعية دون خوف أو قلق. أيضا من وجهة نظري أن مدينة تعز تعاني من الانفلات الأمني بسبب الاستقطاب الحاد وحالة التجمعات والمعاكسات السياسية، مما يجعل الإصابة الخارجة عن القانون تستغل الفهد وتفضل الفوضى داخل المدينة. طيب بالنسبة لك، ما هي الحلول المقترحة التي يمكن من خلالها إعادة تطبيع الحياة والوضع في تعز؟ بالنسبة للحلول من وجهة نظري، أولا مطالب بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الاستقطابات الحزبية والتجاذبات السياسية. أيضا تفعيل دور الاستخبارات والأمن الوقائي بما يكشف الجريمة قبل وقوعها. كما أيضا مطالب من قادة الرأي أو المعنيين بذلك بالاستمرار وتقديم الجهود المكثفة لهذه المدينة الذي ضحت وتحملت الأوضاع وغيرها من الآلام. أشكرك جزيلا حفظ الله. ندعو الحكومة الشرعية والتحالف العربي بزيادة الدعم للمؤسسة الأمنية في تعز، وذلك بسبب ما خلفته الحرب ومن جهات الإمكانيات. شكرا جزيلا لك حفظ الله البدجي من تعز. واتصال من تعز انضم الينا الكاتب الصحفي احمد شوقي. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا اخي سامي. استاذ احمد، الى اي حد تشعر ان هناك تحسن في الاوضاع الامنيه في محافظه تعز خلال الفتره الاخيره مع التغييرات التي حصلت على راس السلطه المحليه وقياده المحور العسكري في المدينه؟ اعتقد ان هناك من يستغل يعني عدم قدوم المحافظ حتى هذه اللحظه وانشغاله بترتيبات
التي يقوم بها من اجل ترتيب اوضاع المؤسسات في المدينه في اداره بعض او في ممارسه بعض هواياته الاجراميه داخل محافظه تعز. طبعا شهدنا خلال اليومين الماضيين بعض اعمال يعني او مظاهر الانفلات الامني، سواء كان في اقتحام هيئه مستشفى الثوره ودروع الاطباء والمرضى، او كان في عمليه اغتيال شهدها شاهد جمال عبد الناصر وسط المدينه في جوله المسبح، والتي يعني سقط على اثرها احد المواطنين سريعا بسبب يعني اغتياله من قبل المسلحين. وبالتالي اظن ان الوضع الامني هو يعني في حاله تفاوت ما بين الاستقرار النسبي والتدهور الحاد الذي يظهر انه اني، لكن الاكثر سوءا هو عدم وجود اي استراتيجيه لدى القيادات الموجوده في الجهاز الامني والعسكري لمعالجه هذه الاختلالات، وعدم اعترافهم اصلا بالمشكله، بل انهم دائما ما يلقون باسبابها على غيرهم او على الاطراف السياسيه او على الاحزاب او على الكتل المدنيه، بينما هم المسؤولين الرئيسيين عن هذه المشاكل، كون من يقومون بارتكاب هذه الجرائم عاده ما يتبعون الجهاز العسكري، ومن يعجز عن مواجهتها عاده ما ينتمون للجهاز الامني. وبالتالي فالخلل في المؤسستين العسكريه والامنيه بالدرجه الرئيسيه، ويجب ان تعترف المؤسستان بتقصير هنا وفشل هنا، بل ووجود فساد داخل هذه المؤسسات ساهمت في حدوث هذه الظواهر. طيب، في ظل استمرار هذا الخلل من قبل المؤسسه الامنيه والعسكريه، باعتقادك من يملك اليوم وصفة سحرية أو ربما قرار حاسم لضبط الوضع في تعز؟ هل هذا متاح وممكن؟ يفترض أنه يعني أنا سأتكلم بواقعية، يفترض أنه الرئيس من يمتلك سلطة القرار لحل هذه الأوضاع، خصوصا وأن المحافظ السابق أمين محمود كان يشتكي من عدم انصياع رأس السلطة الأمنية في المحافظة ممثلة بمدير الأمن، ورأس السلطة العسكرية في المحافظة ممثلة بقائد المحور السابق، لتوجيهاته ولي يعني خططه من اجل الاصلاح. وبالتالي فالرئيس هو المسؤول بالدرجه الرئيسيه عن اتخاذ القرار في معالجه هذه المشكلات، هذا يعني من جانب. ومن جانب اخر هناك مسؤوليه تقع على هذه المؤسسات من حيث تصحيح اجراءات عملها. على سبيل المثال ان اداره امن تعز للاسف تعمل بشاتر محدود من الافراد، وذلك بسبب يعني وجود يعني ممانعه من استدعاء كادر إدارة أمن تعز، والذي يصل تعداده إلى 10,000 يعني كادر أمني في المحافظة. كما أن هناك مشكلات كبيرة موجودة من خلال الانفلات الموجود داخل بعض الألوية العسكرية، وتستر قيادة هذه الألوية على بعض المجرمين والمطلوبين أمنيا بسبب ممارستهم للجرائم. أيضا هناك انفلات من قبل بعض وتجنحات داخل بعض الألوية العسكرية تقوم بعمليات ميليشياوية حتى بعض الجهات العسكرية، كما حدث خلال الفترات الماضية. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد شوقي، كنت معنا من تعز. حول الموضوع أيضا نستعرض معكم بعض التعليقات من الفيسبوك. حمدي يقول: ما يحدث في تعز ليس انفلات أمني، ولكن فصائل متعددة صارت تتناحر بينها البين ومواحكات حزبية في وسط المدينة على حساب المواطنين، وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع الجيش دون أن يحرك ساكن لوقف هذه المهزلة. طاهر يقول: الانفلات الأمني في تعز سيكون له عواقب وخيمة لاحقا، وسيكون من الصعب الحد منه وتأمين المدينة كما كانت سابقا. هناك أيدي خفية تسعى لجعل المدينة دامية وتظهرها العالم كمستنقع للإرهاب والتطرف، يتحمل هذا الواقع الذي تعيشه المدينة المؤسسة الأمنية والعسكرية، حيث تعتبر الجهة المسؤولة الأولى أمام الدولة والمواطن، ويجب القيام عليها بهذا الدور على أكمل وجه وبشتى الطرق لتكون جديرة بهذا الكرسي الذي تعتلي، وتكون بمثابة الدولة الحقيقية للمواطن بدل الدولة التائهة في عواصم العالم. إبراهيم يقول: الحاصل في تعز لا يحتاج لبرنامجكم فقط، محتاج لتغطية كاملة تسلط الضوء على كل ما يحصل فيها بأبعاده المختلفة، مع العودة للماضي وتقييمه وتقييم الحاضر وتحديد الجهات المسؤولة والمقصرة وإشراك وجهات النظر المختلفة لتكتمل الرؤية حول ما يحدث عار واستخفاف بحياة الناس والمسؤولون فيها، من قائد المحور إلى مدير الأمن إلى السلطة المحلية إلى قسم الشرطة، جميع متهاون. سياسة التهديد والوعيد الذي تنتج الجهات الأمنية ضد من يرفع صوته داخل تعز طالت رموز وطنية كبيرة، ووصلت لحد التهديد بالقتل مجرد أنهم يطرحون نقدا لهذه السياسة الهوجاء، وإن كانت من داخل الجهة نفسها التي تحكم الآن تعز.
عمار يقول الانفلات الأمني سببه أن أغلب القتلة ومفتعلي المشاكل محمين بقيادات ومسؤولين، كلما تم ضبط أحد المتهمين وزجه في السجن ما أن يتم القبض عليه وتوقيفه بذمة التحقيق والبحث والتحري إلا وتأتي الوساطات والمحسوبية وتحول بين تطبيق القانون. الحل الوحيد أن يتم التعاون من جميع القيادات والمسؤولين والاتفاق على بنود وضعها على هيئة رقابة، أن يتم تسليم من جميع من ثبت عليهم القيام بأي عمل تخل بنظام القانون من أجل إنصاف المظلومين، أن تقوم ثانيا جميع القيادات بتحذير من يتبعونها بأن أي فرد سوف يتصرف خارج النظام سيتم تسليمه للدولة والقضاء. نقطة ثالثة، أن تقوم جميع القيادات بالاستماع إلى مشاكل أفرادها والعمل على حل هذه المشاكل أول بأول. صلاح يقول تفعيل دور السلطة المحلية وحصر السلاح فقط بيد الجيش، بدون هذا ستستمر الحوادث الدخيلة على مدينة تعز. العلم والثقافة والاغتيالات. إذن بهذه التعليقات وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.